السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول لكم على حاجة كده سريعة كنت كلمتكم فيها قبل كده، اللي هو الحامل دوت، الحامل بتاع التليفون أو التاب. أنا بصراحة يعني الحامل ده دورت عليه تاني ما لقيتوش لناس كانوا عايزينه، فأنا قمت عامل الاختراع ده. الاختراع ده أنا اخترعته ودخلت خدته ورحت للنجار وقلت له المقايسات، عملنا الزاويه دي تبقى ازاي وتبقى فيها ميل قد كده من ورا، وهو معمول بالشكل ده من ورا من كده وتحفه، ولسه ما ادهنش كمان، يعني هو على طبيعته لسه. فانا عايز اقول لكم اللي مش هيقدر يوصل للحامل ده علشان التاب كمان، يعني شوف التاب محطوط عليه ازاي مرتاح ويعني تحفه بصراحه، وهو يعني هو محطوط عليه يعني يعتبر احسن من ده، بس ده تقيل برضه بصراحه. انما النوعيه دي انا مش لاقيها تاني خالص، هو ظاهر المستورد استوردها وما عادش عايز يجيبه تاني. فده شوفي حضرتك يعني اللي عاوز يعمل لوالده لحد كبير في السن ما يقدرش يشيل الجهاز، الناس لما بتكبر ايديها بترتعش وكلام من ده. وايه وانا حبيت اقول لكم عليه بصراحه سريعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.